قرنبيط، بحط عندي ميه سخنه عندي على النار، اهو نبدأ كده نشيل عندنا الزهر. انا محتاج بس الزهر هو اللي ايه، هو اللي هبدأ اشيله. بص، مجرد ما بتشيل الحته اللي في النص ديت، دي اللي هي انا شلتها دي، هتلاقي ايه بدأ يفك معاكي زي السكينه في الحلاوه. بصي اهي، تشيلي دي كده اهيت، وتبداي تاخد الزهر ده اهوت لوحده بطريقه سهله جدا، او كده اهو بالسكينه كده اهوت، هتلاقيه برضو شغال وزي الفل. الطريقه دي حلوه قوي، ان شاء الله هتعجبكم. يعني ناخده بقى عندنا هنا على الحله بتاعتنا اللي هي شغاله كده اهو في الميه السخنه، بقوم حاطط فيها شويه كمون عشان الانتفاخات والحاجات اللي مش عايز محتاجينها ديت، الكمون يمنع الكلام ده اهو. ابدا اللي انا احط عندي الارنبيط ونسلقه، ماشي، ونغطي عليه. طيب بنبدا نعمل ايه دلوقتي بقى؟ بجيب عندي الارنبيط اللي احنا سلقناه، سالقين شويه قبل الهواء، اقوم مطلعهم كده اهوت، ونبدا اللي احنا ايه افرمهم. بخشنين كده، مش فرم اللي هو نعامهم قوي يعني، لا يعني يبقى خشن معايا كده اهو اهو. ولو لقيت فيه مثلا عنقود كده يكون تخين شويه، سمكه تخين، بشيله. نجيب شويه كمان، وببدا ان انا ايه احط هنا. بص بقى يا استاذ حمدي، عشان الخلطه دي حلوه قوي، ثوم مفروم، حط عندنا شويه كمون، بعد كده بقوم حط عندي شويه ملح، شويه فلفل. عايزين طماطمية يا شباب بسرعة. ماشي، الخلطة ديت هرسها كلها مع بعضها وانعمها، تبقى زي المعجون بالظبط اهي، تبقى زي المعجون كده بالظبط. هنا بقى بقوم حاطط عندي البيض، ثلاث بيضات، وبعد كده اقوم حاطط عندي بصل مفروم، واقوم واخد عندي شبت، شويه كزبره مفرومه، ماشي، وبعد كده بقوم واخد عندي طماطمية مفرومة برضو، افرمها فرم ناعم، خلطة عالمية، خلطة عالمية بجد يعني، هتعجبك قوي للأرنبيط، وهنشوف في الآخر شكلها هيطلع عامل ازاي. اقوم واخد الطماطم المفرومة حاططها هنا، وبعد كده اهوت يا عم حمدي نقوم واخدين عندنا الخلطه بتاعتنا المعجون اللي احنا عاملينها، التوم مع الشطه مع شويه الكمون مع شويه الملح، حاطينهم هنا معاهم.
واقلب الباشا ديت كلها كده مع بعضها. واقوم واخد عندي كده معلقه دقيق مع معلقه نشا. حلو. خليط ربط معايا كده اهوت. ابدا ان انا اعمل ايه؟ اقوم واخد عندي القرنبيط. نقوم حاطينه هنا بالشكل ده اهو على الايه؟ على الخليط ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز بس كمان ايه باتنين عدد بيض كمان عشان بيض قليل جدا. انا بس والله زودت باتنين عدد بيض للخلطه ومعلقتين دقيق عشان تمسك معايا، فاهم ازاي؟ هم معلقتين دقيق بالظبط انا زودناهم، واتنين عدد بيض زودناهم للخلطه عشان كميه القرنبيط بس كانت كتير لحد ما اتسمغت معايا كويس جدا. تعالوا بقى ناخد عندنا اهو، تعملي زي كده راس الطعميه كده اهوت، وتبداي ان انت تحطي فين؟ في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هتلاقي الموضوع ممتع معاك جدا اهو. الخلطه اللي احنا محطوطه لها ديت، يعني انا بقول لك اصلا يعني توم بقى مع الكمون مع الطماطم مع الشبت. تعالوا نقلب بيت كده ونشوفها. هي بص ما شاء الله عامله ازاي، شغل عالي قوي قوي دي. بص ولا فكت ولا اي حاجه، والزيت يبقى سخن. وعاملها زي راس الطعميه كده اهوت عشان ما تاخدش معاكي تسويه كتير. وعلى طول فين عندي على الزيت. وقلنا بس قبل ما اطلع فاصل كانت العجينه كانت سايبه مني، يعني ما كانتش ماسكه. زودت لها دقيق وايه واتنين عدد بيض عشان بس ما يرضي الله بنقول احنا عملنا ايه. دي الحاجه اللي انا زودتها لها فسمغت معايا. كل شويه كده نشيل الهواء في اي زياده عشان دول ما يتحرقوش وبعدين الزيت. بجد هيبقى ممتع جدا جدا عن القرنبيط اللي هو الزهر اللي ما بنعمله. انا باخد خدت الزهر فرمته وقمت حاطط على الزهر البيض والنشا والدقيق وملح وفلفل وكمون وتوم وبصل وطماطم مفرومه. خلطه عالميه وشبت طبعا اساسي. وخدناها الخلطه دي كلها اهيت قدام حضرتك لحد ما اتسمغت معايا، وبدات اعملها زي اقراص الطعميه كده بالظبط. وبدأنا نحطها فين؟ عندي في الزيت. ولا فيها بيكنج باودر ولا فيها بيكربوناتو، هي زي ما هي كده. ايديا بتبقى في الميه. وتعمليها زي قراص الطعميه كده اهوت، وتقوم حطها فين؟ في الزيت. كل واحده كده اهوت نحط ايدينا في الميه. حطي جنبها حاجه حلوه قوي بقى، تعالوا اوريها لكم. بصي اللي انا هقدمه جنبها صوص كده جامد قوي، ممكن نعمله اصلا زي ساندوتش كده في النص او نغمس بيه القرنبيط. هنا حاطط مايونيز ربع كوبايه ونص كوبايه مثلا. بعد كده عندي جبنه كريمي، حطيناها هنا. عصير برتقانه
وعندي معلقه كاتشب صغيره. هقلبهم كويس جدا مع بعض. بقت عندي بالشكل ده، وده الصوص اللي انا هحطه جنب الايه؟ جنب القرنبيط، ونغمس بيه القرنبيط بعد ما ايه؟ بعد ما يطلع، او عيش بلدي شغال برضه.